دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل السادس، التنصير العالمي، الجزء الحادي عشر، توطين المسيحية في المجتمعات الإسلامية. يجد المسلم المتحول إلى المسيحية هوة كبيرة ما بين الفئات المسيحية بالولادة وبينهم، فهل من الممكن أن يكون مسلماً وتابعاً للمسيح كإله في الوقت نفسه؟ أليس من المفترض بأن تابعي المسيح يعرفون أنفسهم على أنهم مسيحيين؟ هل يمكن لمسلم تابع للمسيح كإله أن يطبق الممارسات الإسلامية بينما يصلي في المسجد متجها بوجهه إلى مكة ويستمر في الصلاة بطريقة المسلمين؟ نستنتج أن قادة المبشرين يسعون إلى إدخال محدثات جديدة إلى الدين، فالمسلم يمكن أن يبقى مسلما وأن يذهب إلى المسجد ويصلي نحو الكعبة، ولكن يجب عليه الإيمان بالمسيح كرب وإله، وأن يؤمن أن المسيح مات من أجله على الصليب كي يخلصه من الخطية. هذه العقيدة ليست بعيدة جدا عن مذهب الأحمدية الذي يؤمن بموت المسيح ومجيئه الثاني، فمن يؤمن بالأحمدية فلن يبقى عليه إلا الاعتقاد بمبدأ أن المسيح مات من أجله، وبذلك يكون مسلما مسيحيا أو مسيحيا مسلما. كما أنه لم يعد من الضروري لهذا المتحول إلى المسيحية من خلفية مسلمة أن يشبه الغرب بلباسه وعباداته، فيمكن أن يبقى في حيه كما هو، ينام على السرير نفسه الذي كان ينام عليه سابقا، ويعيش مع عائلته، ويذهب يوم الجمعة إلى الصلاة، ويصوم رمضان، ويذهب إلى عمله اليومي بشكل طبيعي، باعتبار أن الكثير من المبشرين يرون أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كقائد صالح. ليس هذا فحسب، فإن هناك في وقتنا الحالي كنائس لمتحولين إلى المسيحية ما بين الفئة الأمازيغية في الجزائر، وكنائس في المغرب لهم قساوستهم الذين هم أيضا متحولون إلى المسيحية من خلفية مسلمة. وعندما يتدارسون الكتاب المقدس فإنهم يتناولون مشاكلهم وقضاياهم ويعزونها بشكل ديني لحلها. كما أن ترانيمهم وألحان تراتيلهم تأخذ الطابع البلد الذين يعيشون فيه، فكما ذكر سابقا لم تعد حركة التبشير من الغرب إلى الشرق، وإنما هي متأصلة في البلاد، تبدأ من الكنائس الإنجيلية المحلية وتنتشر إلى ما حولها، وكثير من الأحيان تتخطى حدود البلد التي فيها لتذهب إلى دول أخرى. يتعامل المبشرون مع فئات المسلمين بشكل مختلف، فمثلا المهاجرون إلى الدول الغربية يتأثرون بالبيئة المحيطة بهم، فقد يتخذون الطابع الغربي مع بقاء الأساليب التقليدية في بعض أمور الحياة، والمسلمون الذين في باكستان أو الهند تجدهم يميلون أكثر إلى الصوفية، ويدخلون في تعبداتهم الروحية محدثات كثيرة لدرجة أنها قد تصل إلى التكهن والشعوذة والسحر. أما في الدول العربية الإسلامية كالمملكة السعودية فنجد أن المسلمين الملتزمين يهتمون كثيرا في عبادتهم بالقرآن والسنة، ومعظم المسلمين في الدول الإسلامية وهم الأكثرية من الطابع الصوفي أو ما يسمى ديانة شعبية folk religion، ولذلك يعتمد المبشرون على خبراتهم في التعامل مع المسلمين حسب فئات عرقهم والمناطق التي يتواجدون فيها.
يعتمد التبشير بشكل كبير على قابلية الناس لقبول رسالة الخلاص، وبالنسبة للدول الإسلامية فإن قابليتهم لتقبل رسالة الخلاص ضئيلة، لأن الإسلام يحتوي على عناصر مشابهة للمسيحية كالإيمان بالأنبياء والكتب باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وصلب المسيح والثالوث المقدس. لذلك بالنسبة للمسلمين فإن المسيحية ليست بالدين الغريب ويمكن الرد عليه. على صعيد آخر، نجد أن قابلية الشباب للاستجابة للمبشرين في الدول الإسلامية وخاصة غير المتعلمين منهم أفضل من قابلية كبار السن. تمنع الدول الإسلامية وجود المبشرين، لذلك تقلل المنظمات التبشيرية الميزانية في إرسال المبشرين إلى هذه الدول، وتحاول إيجاد بدائل لتبشيرهم، ومعظم المبشرين الذين يدخلون الدول الإسلامية بمسميات مؤسسات إنسانية خيرية أو لأعمال أخرى كتعليم اللغة الإنجليزية وعقود عمل في مجالات الطب والهندسة أو أبحاث ودراسات إلى آخره. من البدائل المستخدمة في التبشير البرنامج التعليمي وإرسال الطلاب وخاصة العرب من المملكة العربية السعودية والمغرب والجزائر وغيرها من الدول الإسلامية إلى الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الشباب حيث يعانون من الصدمة الثقافية، ومنهم من ينغمس في المجتمع ويتأثر به تأثرا شديدا. فهناك من المبشرين من يهتم بهؤلاء الطلاب ويشجعونهم لحضور التجمعات الدينية أو لعب الرياضة في الكنيسة أو بناء جسور مع طلاب مسيحيين لاجتذابهم إلى المسيحية. ومن هذه البدائل المستخدمة أيضا برنامج اللجوء، حيث تعنى المؤسسات التبشيرية بتعليم اللاجئين اللغة الإنجليزية وتوفير لهم الغذاء والمسكن على حساب الحكومة، بالإضافة إلى مساعدتهم في إكمال أوراق الهجرة. تعمل المؤسسات التبشيرية على استخدام التكنولوجيا في عملها، مثل إنشاء قنوات إعلامية مسيحية مثل قناة الحياة والكرمة والحقيقة والوعد وغيرها من القنوات التي يمكن بثها إلى الدول الإسلامية لمشاهدتها، بالإضافة إلى غرف البالتوك والمنتديات. وليس من الغريب أن هذه الوسائل تتحدث اللغة العربية أو الأردو أو الكردي إلى آخره. فكما قلنا سابقا، عامل اللغة من أهم العوامل الأساسية في التبشير، ويتم تدريب المبشرين المسيحيين المحليين أو العابرين ليكونوا هم الوسيلة في خدمة أهداف الإرساليات التبشيرية. ومعظم المؤسسات التبشيرية لا تتجرأ لإعلان المتنصرين، ولكن ترسل تقارير عنهم إلى المكاتب في الدول الغربية، وتعامل هذه المعلومات بسرية خوفا على حياة المتحول إلى المسيحية من خلفية إسلامية. فبالنسبة لدول الخليج يستخدم البرنامج التعليمي للتبشير بالخفاء، بالإضافة إلى القنوات المسيحية الإعلامية والتواصل عن طريق الشبكة الإلكترونية. ولقد تم تأسيس كنائس في اليمن وفي الكويت مدعية أن هذه الكنائس مخصصة للمغتربين فقط، ولكن تحت هذا السطح يعمل على تنصير المحليين. أما الكنيسة في السعودية فهي عبارة عن جماعة صغيرة تتجمع في الخفاء في المنازل خوفا من حد الردة، حيث يمارسون فيها عباداتهم. وبالنسبة للدول العربية التي يوجد فيها المسيحيين الأصليين كمصر والأردن وسوريا ولبنان، فلم يعد أمر إرسال المبشرين له الأولوية، فقد تم تأسيس المؤسسات التبشيرية فيها لدرجة أنهم أصبحوا يرسلون المبشرين من داخل البلاد العربية الإسلامية إلى خارجها إلى دول أخرى. فمثلا يوجد في الأردن أقوى جامعة لاهوت لتدريس خدام وقساوسة ومبشرين الشرق الأوسط وباللغة العربية، وفيها لا يقل عن 4 مراكز لتدريب المبشرين من طوائف بروتستانتية مختلفة. ويعتبر الأردن من دول الملجأ،
لذلك ينزح اللاجئين من مختلف الأقطار المجاورة لها قبل هجرتهم إلى بلاد أخرى، ومن هؤلاء اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين. وفي الصيف تأتي الآلاف من العائلات الخليجية لقضاء إجازتها. وهذه الحركة المرورية الكبيرة تسمح للمبشرين بإيجاد فرص جيدة للوصول لهم خفية وتمرير رسالة الخلاص لهم. ليس هذا فحسب، فهناك عدة مراكز تنصيرية تهتم بالمعاقين والصم البكم، بالإضافة إلى اليتيمات اللقيطات، فإن نظرة المجتمع إلى هؤلاء الفتيات دونية تجعلهن ينخرطن في المحرمات بعد سن 18. فعملت مؤسسات تنصيرية في إيوائهن ومساعدتهن ماديا لإكمال دراستهن، بالإضافة إلى تنصيرهن وإقامة اجتماعات أسبوعية معهن في دراسة الكتاب المقدس. وترتفع نسبة التبشير في دول شمال إفريقيا كموريتانيا والمغرب والجزائر، وتكون عن طريق دخول المبشرين كسائحين أو عن طريق البرنامج التعليمي. والسبب في ذلك أن هذه الدول لا يوجد فيها مسيحيين أصليين باستثناء الجزائر، وبالتالي المسيحية غير مألوفة لديهم، بالإضافة أن الصوفية هي المذهب الطاغي في تلك المناطق، وعامة الشعب جاهل بدينه إلا من رحم ربي. ويكثر في تلك المجتمعات الظلم كاعتداء الجسد على الزوجة والأطفال، وازدواجية الحياة، وخاصة عند الشباب ما بين العادات والتقاليد وما بين تقليد الغرب. هذا بالإضافة إلى استخدام السحر والشعوذة. والحالة الاستثنائية مصر، فهي من أكثر البلاد تعقيدا من ناحية الوصول للمسلمين، فلا يحتاج المبشرون بالتواجد شخصيا فيها، فتعتبر مصر من أقوى البلاد التبشيرية، ففيها جامعات اللاهوت والكنائس البروتستانتية الإنجيلية التي تعمل على إرسال جماعات التبشير إلى البلاد الشقيقة، وفيها مثل كنيسة قصر الدبارة حيث تعمل على تأليف المناهج المسيحية لكل الأعمار ولنشر الكتب المسيحية، كما أن فيه مراكز للتبشير والمخيمات للمسيحيين، وهذا يجتذب الكثير من المسلمين الفضوليين الذين قد يقعوا في شباكهم إن لم يكن لديهم العلم الشرعي الكافي. وإن المواطنين المسيحيين أغنياء عن حاجتهم للتنصير الخارجي، لدرجة أن قساوستها يسافرون أنحاء العالم لحضور مؤتمرات والحديث والتبشير في المؤتمرات الكبيرة في عدة بلدان العالم. أما بالنسبة للدول الإسلامية الفقيرة وغيرها التي لا تتحدث اللغة العربية كأفغانستان وباكستان والسودان أو حتى العراق، فأفضل طريق للوصول إليها هو الجيش الأمريكي المجند الذي يصطحب معه طاقم المبشرين من الأطباء والممرضين والعاملين في المكاتب والترجمة وغيرهم، أيضا يعمل في المؤسسات الإنسانية والخيرية، ويوزعون الأناجيل والكتب المسيحية بلغة البلد التي يقيمون فيها.